صباح الفل يا ست الكل. طيب على مهلك على مهلك. نمت كويس؟ اخر الدواء بتاعنا. معلش معلش انا عارف انك متحبوش. معلش يا حبيبتي. بسم الله بالشفا يا حبيبتي. عامل لك الفطار اللي انت بتحبيه. يلا حبيبتي الف انا. طب قول انت علشان ما تتاخرش على المدرسه. حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا اشربي. زي القمر. طيب هو قبل ما ننهي اجتماعنا انا سعيد جدا جدا بالتارجت اللي انتوا عملتوه، وطبعا ده بفضل مجهودكم، وباذن الله الفتره اللي جايه عايزين نزود عشان خاطر ده في مصلحه البونص. ان شاء الله اجتماعنا اللي جاي يوم الخميس ممكن تفضلوا. شكرا جزيلا. الست دي سامعانه عليا قوي. ايوه بس احنا في شركه مش في دار مسنين، وبعدين الموضوع بقى اوفر قوي يعني مش كل يوم يعني. يلا بينا. على مهلك. تعالي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا كريم. اتفضل يا فندم. ميرسي جدا. شكرا. اتفضل يا فندم. يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه البهجه دي يا فندم؟ حضرتك زايد بهجه واناقه ورواقه. شكرا يعني يا سمير. شكرا حضرتك. انا فجاه لقيت اضاءه نور معديه كده حضرتك يا فندم وانا بجري ورا حضرتك. خير يا سمير. حضرتك ده الورق اللي حضرتك كنت طالبه مني. بسم الله ما شاء الله. طنط والده حازم ست سكره شربات. بس الصراحه يا فندم وجودها في الشركه هنا عامل مشاكل مع الناس والموظفين. ده العملاء عمالين ينسحبوا مننا واحد ورا الثاني، وانا لو عليا حازم ده اخويا، احنا اولاد ترقيه واحده. بس يا فندم الصراحة يعني حضرتك مفهمني ان الشغل رقم واحد وده جاي على الشغل، وانا لو عليا انا على قلب زي العسل. خلاص يا سمير انا بشوف الموضوع ده بعدين. بس حضرتك ايه البهجة اللي حضرتك فيها دي؟ المهم دلوقتي اندهلي عم علي وقول له يبعت لي حازم على مكتبي. يا فندم العناية الاثنين ده تطور. ايه ده؟ ايه النور اللي معدي ده يا فندم؟ احنا ماشيين بتوجيهات سعادتك. الف هنا يا حبيبتي. تعالى كل عم علي. الف هنا وشيف منوره يا ام. المدير عايز ساعتك يا استاذ حازم. طب قول له جاي حالا. حاضر. انا هروح واجيلك على طول. ماشي. بقول لك ايه يا لومي؟ ايه كنت فينك امبارح كده وموبايلك كان مقفول ليه؟ كان فاصل شحن وكنت في عيد ميلاد صاحبتي. هو في حاجه ولا ايه؟ لومي انا بسال يعني. بسالش يا لومي. اه طب كرمشي وشك بقى عشان استاذ كابه جه. صباح الخير يا شباب. اخبار التارجت ايه؟ التارجت كويس. ما تقلقش انت بس. ما قلقش؟ قصدي يعني احنا شغالين عليه من امبارح. اه طب هو التارجت ده لو ما خلصش كلنا هيحصل لنا مشكله، وخاصه انت يا استاذ سمير يعني هيحصل لك ضرر مش كويس. تمام. ما بقاش غير ابن امه كمان هو اللي يتنطط علينا. انا ما اعرفش هو بيعاملك كده ليه. امال لو ما كنتوش اصحاب. حياتك عندي اعمل له حته مفاجاه هتعجبه قوي. بس اتقلي وترارا ترارا ترارا. بلغوني ان حضرتك عايزني. اه عايزك يا حازم. اتفضل مجدي. انا عايز خلال نص ساعه البنود دي يكون عندي. يلا منتظرك. اهلا يا حازم. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. حازم انا عايز اقول لك ان الانسان لما بيكبر بيحتاج رعاية أكتر واهتمام أكتر، وخاصة كبار السن. وأنت إنسان ناجح ومجتهد في شغلك، بس ده تقريبا أثر على علاقتك بوالدتك، فما بقتش ترعى والدتك رعاية كاملة.
بالعكس يا فندم، ده يمكن وجود والدتي هنا في الشركه مخليها دايما تحت عيني. احنا حتى بنفطر مع بعض وبنتغدى مع بعض وبديلها الدواء في ميعاده، وربنا يقدرني وابقى دايما سند ليها. حازم انت زي اخويا الصغير، وانا هكون صريح معاك، كل زمايلك في الشركه هنا يا حازم بيشتكوا من وجود والدتك. ومش زمايلك وبس، ده حتى العملاء اللي بيترددوا على الشركه بداوا يشتكوا وبداوا ينسحبوا واحد ورا التاني. انا مقدر كلام حضرتك وعارف ان وجود والدتي معايا في الشركه ده امر مش طبيعي، بس انا متاكد يا فندم انها مش بتعمل حاجه لحد وانها في حالها دايما. طب يا فندم انا ممكن اخليها في مكتبي واقفل عليها وبوعد سيادتك ان محدش هيحس بيها خالص. حازم انا مقدر اهتمامك وحبك لوردتك ورعايتك ليها، بس يعني عايز اقول لك ان احنا ممكن نحل المشكله. يعني احنا ممكن نجيب حد يرعى والدتك ويقعد معاها في البيت، وانا يا سيدي هتكفل بكل المصاريف الماليه، عشان انا بحبك يا حازم وانت موظف مهم عندي. بس انا قلبي مش هيطوعني ان حد غيري يرعاها وانا موجود في حياتها، خصوصا انها ملهاش غيري يا فندم. انا والدتي في مرحله متاخره جدا من الزهايمر، وجودي جنبها في حد ذاته بيهون عليها. في ايه يا عم علي؟ انا اسف يا فندم، والدة حضرتك يا استاذ حازم نزلت وقعدت انادي عليها ما سمعتنيش. ايه ما شفتش امي مشيت ازاي؟ شكرا. سندوتشاتك كلها يا حازم ما ترجعش بيها. حاضر. يلا لفلي لفلي يا حبيبي يلا اتاخرنا. برضه يا مامس امي ما انت اللي تربطي رباط كل يوم، انا بعرف اربطه. ما انا عارفه يا حبيبي بس ما تاخرين. يلا هات رجلك الثانيه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا قلبي تاكل سندوتشاتك كلها زي ما قلنا. يلا يا حبيبي بسم الله. يلا يا عمر. يلا حبيبي ماما يلا. قول ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم. ماما انا زهقت، احنا هنمشي امتى؟ 10 دقايق بالظبط يا حبيبي وهنمشي. ممكن امسح حضرتك؟ مش كفايه كده ولا ايه؟ شكرا. حازم يوسف، هو حازم راح فين؟ لسه خارج حالا يا استاذ. ماشي حبيبي، شكرا جدا. خير يا دكتور. حازم حالة والدتك كل يوم بتتأخر، والعلاج تأثيره ما بقاش زي الأول. الزهايمر بيزيد عندها يوم بعد يوم، حاول تكون جنبها الفترة دي على قد ما تقدر. العلاج في الحالة دي بيكون نفسي أكتر. أنا يعتبر مش بسيبها يا دكتور، حتى في شغل بيكون معايا. وهو ده المطلوب في الفترة دي. لو بدأت تنساكي حازم حاول ما تحسسهاش بده وتعامل معاها طبيعي، وعرفها بنفسك كل ما تنساك. سبب اجتماعنا النهاردة يا جماعة هي الشكاوي اللي انتوا قدمتوها لي بخصوص والدة حازم، وانا متفاهم ان ده بيعمل لكم مشاكل كتيرة جدا وازعاج مع العملاء. حازم على فكرة بالمناسبة جات له فرص كتيرة في شركات كتيرة جدا وبمرتبات اضعاف اللي بياخدها هنا معنا، مع ذلك هو متمسك بالشركة بتاعتنا، والمفروض ان احنا كمان متمسكين بيه ومتفاهمين لوضعه ووضع والدته.
ومع ذلك اللي مش موافق على وجود والدة حازم معانا في الشركة يوقع على الورقة دي. يا حازم يا حازم، كنت فين يا حازم؟ هو قالي في ايه؟ ازاي تمشي من غير ما تقولي؟ كنت بشتري كيس بوز. خلاص يا حازم تبقى تقولي. ماشي تبقى تقولي يا حبيبي، ما تسيبنيش كده قلقت عليك. ده انا افتكرتك تهت، افتكرتك تهت، ما تعملش كده تاني يا حازم. انت مين؟ انا ابنك يا حبيبتي. انا رايح اجيب حازم من المدرسه. انا اسف مش هسيبك تاني. Thank you.